اهلا بكم مشاهدينا، واول فقراتنا في نهارك سعيد والاحد 26 فبراير 2012، بدايه اسبوع جديده. يا رب تكون دايما بخير وصحه وسلام على كل اهل مصر. هناخد عناوين الاخبار. هيكون مشرفنا النهارده الكاتب الصحفي استاذ كمال ريان، نتكلم معاه عن اهم منشطاتنا النهارده. صباح الخير. صباح الخير. في يوم يعني هنقول ايه، حافل زي بداية كل يعني احنا بداية مصر حافلة. من بالثورة كل يوم عندنا فيه جديد، وكل يوم عندنا أخبار حافلة يعني، فيعني زي كل الأيام يعني. ونتمنى انتصار الثورة وانتصارها للشعب المصري، ده كل اللي احنا عاوزينه كلنا. من الأهرام الصفحة الأولى: قوى سياسية ترفض اقتراح الحرية والعدالة لتشكيل لجنة الدستور. ومن الشروق الصفحة الأولى: مبادرة لجنة المئة، أبو الفتوح مرشحا للرئاسة وصباحي نائبا. أما المصري اليوم الصفحة الأولى منشط: السلفيون رئيس مصر القادم في ملكيتنا. والأهرام الصفحة الأولى: مصالحة صوفية لمواجهة الفتاوي السلفية. ونرجع للمصري اليوم الصفحة الأولى منشط: استدعاء مساعد وزير الداخلية في أحداث بورسعيد ومواجهة بين الأمن مدير الأمن ومساعديه. ومن الشروق الصفحة الأولى: الجنزوري أمام مجلس الشعب، تثبيت نصف مليون عامل مؤقت وتحسين المعاشات وتطوير العشوائيات. ومن الأهرام الصفحة الأولى آخر خبر: التمويل الأجنبي أمام الجنايات اليوم وتوقعات بعدم حضور الأمريكيين. ناخذ من الأول الأهرام الصفحة الأولى: قوى سياسية ترفض اقتراح لجنة ترفض اقتراح الحرية والعدالة لتشكيل لجنة الدستور. يعني هو أنا شايف طبعا الاقتراح اللي كان عمله حزب الحرية والعدالة، هو الحزب بيحاول يعني يشرك أكبر عدد من القوى السياسية في اللجنة تأسيس الدستور. احنا عارفين ان الاعلان الدستوري نص على ان المجلس الشعبي بيختار لجنة تأسيس الدستور. كان في تخوف ان التيار الاسلامي يسيطر على اختيار الهيئة دي او اللجنة دي. حزب الحرية والعدالة بيحاول يبعث رسالة للقوى السياسية بيطمنه، لكن واضح ان القوى السياسية لسه ايضا ما عندهاش الطمأنينة الكافية، هي مش عايزين حد من مجلس الشعب يكون عضو في اللجنة دي. طب هو السؤال يا فندم، هل يجوز يعني لانه حتى لو تيار الأغلبية والتيار الأعظم في الانتخابات ان هو يشك يعني يختار الشخصيات اللي هتحدد الدستور، ما هو كده هيبقى ممكن يبقى في وجهة نظر يعني اكيد اللي هيختارهم هيبقوا متماشيين مع وجهة نظره. يعني اذا اتكلمنا عن الإعلان الدستوري فهو كده قد يكون يمكن الخطأ ان الوضع المواد اللي تم الاستفتاء عليها وضع هذه المادة، لكن لو تحدثنا حاليا عن الوضع الدستوري والوضع القانوني، ان الوضع الدستوري بيقول ان البرلمان يختار الهيئه التاسيسيه. على فكره مش معناها ان اعضاء البرلمان يكونوا هم الاعضاء في الهيئه التاسيسيه، وبيختارها ممكن يكون كلها من خارج البرلمان. يعني ما فيش نص على ان اعضاء البرلمان يكونوا اعضاء هيئه تاسيسيه، انما البرلمان هو الذي يختار الهيئه التاسيسيه للدستور. طب ماذا عن لجنه المئه؟ مش هي المفروض ان هي متقسمه انه 80 عضو من بره مجلس الشعب و20 من مجلس الشعب، يعني بحد اقصى خمسه وبحد ادنى واحد؟ لا دي كلها يعني كلها اقتراحات. يعني وفي كان في اقتراحات كتير، كان في قبل كده وثيقه السلمي لما كانت حطت برضو مبادره لوضع هيئه تاسيسيه وقسمتها، وكان حصل عليها اعتراض، ما كانش على الهيئه التاسيسيه لكن كان على الماده بتاعت الجيش وكان على بعض الحاجات الاخرى. انما احنا عايزين نقول ان يعني القضيه يعني الدستور لا يعبر عن فئه معينه ولا يعبر عن اغلبيه ولا اقليه، وده في اتفاق عليه ان الدستور بيعبر عن الشعب المصري كله. بيعبر عن الشعب المصري كله، ان الدستور واحيانا هو بيحمي حقوق الاقليات كمان. يعني هو المفروض ان هو يحمي حقوق الجميع. هو بيحمي حقوق الجميع. فيعني انا ارى ان لابد ان يحدث توافق. اذا اتكلمنا على ناحيه دستوريه فالبرلمان هو اللي بيختار الهيئه التاسيسيه، لكن احنا لازم يكون نوع من التوافق، لازم يكون نوع من اعلاء المصلحه الوطنيه بحيث يتم علشان يرضي الجميع بما فيهم كل شخص يعيش على ارض الوطن. كل واحد يعيش على ارض الوطن تحت لغايه الناس. بالطبع ده اكيد. وانا عايز اقول كمان مش بس حزب الحريه والعداله، المفروض القوى السياسيه الاخرى ايضا وهي يعني بيتناول الموضوعات السياسيه، المفروض يكون هناك ليس هناك تحيز للفكر او الراي بقدر ما هو تحيز للوطن. يعني انا ارى ايضا القوى السياسيه الاخرى احيانا بتفضل لمجرد الرفض. فيعني العمليه محتاجه نوع من الاتفاق، نوع من التوائم بين الجميع، وتكون المصلحه العليا لمصر هي الدافع وهي الذي يعني الذي يبتغيه الجميع. يعني نتمنى وهي القوى السياسيه رفضت، اما نشوف الجديد قريب يعني ايه. لازم نتفق، لازم الناس كلها تتفق، هو ده المهم. ما قدرناش طريق غير الدستور لن يوضع الا بالتوافق على فكره. بالظبط. والشروق الصفحه الاولى: مبادره لجنه المئه، ابو الفتوح مرشحا للرئاسه وصباحي نائبا.
يعني طبعا انا بحترم المبادره، وهي كلها مبادرات بتبحث عن شخصيات يعني يمكن يتم الحشد ليها. انا عارف ان ازمه انتخابات الرئاسه هذه المره ان لسه يمكن الوضع السياسي من بعد الثوره لم يفرز لنا شخصيات، يعني احنا للاسف كل الشخصيات اللي متقدمه هي الشخصيات المشهوره، يعني مجرد ان انا مشهور في السياسه او مشهور في كذا، انما الوضع السياسي في على مدى الشهور اللي فاتت لم يفرز لنا شخصيات الناس تديها لبرامجها. يعني انا مثلا انا راجل يمكن ما مش معروف، لكن كنت ممكن اعد برنامج واخد فرصه واقنع به الناس فالناس تديني. احنا لسه لم تفرز مثل هذه الشخصيات، فاحنا امامنا عده شخصيات مشهوره ويعني بتنتمي لتيارات معينه، اما تيارات اسلاميه او تيارات غيرها. بس هو العمل يا فندم يعني جاري على قدم وساق، ويمكن ما ينفعش نتكلم عن الخبر ما نتكلمش عن اللي حصل دكتور عبد المنعم الفتوح الذي تم عليه يعني نائب الشعب برضو يعني انا عايز اقول ان يعني في الاخر يعني حتى لو لجنه الماء اختارت دكتور عبد المنعم ابو الفتوح والصباح نائب، القضيه مش قضيه توزيع ادوار وكذا. يعني يمكن الدكتور عبد المنعم الفتوح ممكن ما يكونش هيستريحني يختار حمدين صباحي نائب، يعني هي القضيه قضيه ايه، احنا عايزين فرصه للشعب اللي يختار. ممكن احنا يعني بالفعل نرشح ناس او كده، لكن في الاخر الاختيار سيكون للشعب. ما اعتقدش ان الاختيار المره دي قد يكون هو الاختيار الصحيح 100%، لان طبعا الظروف، ظروف المرشحين وظروف الشعب وظروف الناس ما لحقتش برضو تجهز نفسها انها تختار. لكن في الاخر مهما عملنا مبادرات فالاختيار في الاخر هيكون للشعب. يعني نتمنى انه الانتخابات القادمه تفرز يعني افضل المرشحين ان شاء الله. نتمنى لسبب، لانه برضو في خبر مرتبط موضوع الماده 28 ان المجلس الاستشاري بيقول انه يحبذ انه بقاء الماده حتى لا تطول المرحله الانتقاليه. حضرتك رايك في لا لا يعني انا طبعا يعني الماده دي يعني المفروض ما فيش حاجه اسمها ما حدش يطعن على يعني قرار لجنه. طب افرض ان في اي يعني انا كمواطن اكتشفت ان في حاجه كبيره وعابت الانتخابات، يعني هي المادة معيبة بالفعل. لكن يعني يمكن المبرر بيقول المجلس العسكري مبرر، احنا كلنا عايزين طبعا الفترة الانتقالية ما تطولش، لكن كان المفروض يبقى في اطار دستوري وفي اطار يطمئن الجميع ان الاختيار تم على اساس صحيح والانتخابات تمت على اساس صحيح. يعني احنا مع ان الفترة ما تطولش، لكن ليس على حساب الاطمئنان لحسن الاختيار وان ما فيش حاجة كان ممكن يطعن عليها. يعني نتمنى. المصري يوم الصفحة الاولى: السلفيون رئيس مصر القادم في ملكيتنا. يعني انا يعني اعتقد ان ده عنوان يعني يعني عنوان مثير، او حتى لو حد قاله هو طبعا لا يعرف الشعب المصري. ما فيش حاجه اسمها في ملكيتنا، وما اعتقدش ان حد يقدر يقول هذا القول، ولو قاله هيبقى طبعا اكيد هو يعني مغرور او مخطئ او واهم. يعني الشعب المصري هو اللي يختار رئيس، ما فيش جهة تقدر تقول في ملكيتنا. وكلمة في ملكيتنا أنا كلمة صراحة لا أحبذها، وكلمة وأنا أعتقد برضو إنه الناس كلها يعني في الفترة القادمة كسياسيين وكإعلام إنه نختار مصطلحاتنا بدقة وكلامنا بدقة وتم نقله بدقة. يعني أمانة، هي إهانة للرئيس وإهانة لمصر يعني لما يكون الرئيس في ملكيتنا. يعني فأعتقد أنا بس عايز أقول يعني بما إن أنا راجل يعني برضه حد هم مش قايلين مين اللي قال. أيوه، ما أنا عايز أقول إن أحيانا ودي لعب بتبقى صحفية، وده اللي بغلبه إنه ممكن يكون لعبة ديسك زي ما بنقول. يعني ما أعتقدش إن حد يقدر يقولها بهذا الشكل الفج. يعني عنوان ساخن يعني. نتمنى. الأهرام الصفحة الأولى: مصالحة صوفية لمواجهة الفتاوي السلفية. والله يعني أنا يعني الواحد ما كنت ما حبس يعني دلوقتي ما أعرفش الصوفيين والسلفيين يعني إحنا عندنا مشاكل سياسية، عندنا مستقبل سياسي، عندنا مشاكل اقتصادية. أنا ما حبس إن الخلافات الدينية دي تطفو على السطح بهذا الشكل. وأنا كإعلامي أنا عارف إن الحاجات دي مقروءة، كصحفيين الحاجات اللي فيها خلافات دينية وكده مقروءة، لكن المفروض ما نشغلش الشعب أكتر من كده. يعني إيه مصالحة صوفية لمواجهة الفتاوي السلفية؟ إحنا يعني يعني يا ريت كل ما يتعلق بالعقائد وكل ما يتعلق بالخلافات الدينية ده نتركه للمساجد أو الكنائس، وإحنا كمواطنين نتعامل بقى نناقش مشاكلنا السياسية ومشاكلنا الاقتصادية. فيعني أنا ما أعرفش يعني المفروض هذه القضايا ما تكونش موجوده على الساحه وتشغل الشعب المصري في وقت احنا عندنا قضايا كتير جدا وعندنا مشاكل كتير جدا المفروض نشغل بها اكتر. وزي ما قلنا لازم يبقى كل حاجه بالاتفاق على يعني على الاقل نبقى متفقين على الخط العام، والاختلافات حتى الاختلافات الفقهيه نبعد الناس عنها. ما ده اللي بقوله. يعني 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 ايه لمواجهه الفتاوي اصلي؟ يعني يعني كلمه مواجهه الفتاوي احنا مش في فريقين وهنعمل فريق يصد فريق. احنا كلنا فريق واحد، احنا كلنا فريق واحد، والحاجات الفقهيه نسيبها للفقهاء. يعني نتمنى.
المصري اليوم الصفحة الأولى منشط استدعاء مساعد وزير الداخلية في أحداث بورسعيد ومواجهة بين مدير الأمن ومساعديه. يعني اللي انا بتابعه من الاخبار اللي تابعتها يمكن امبارح بالليل، ان يعني قاربت التحقيقات على اعلان المتهمين. طبعا استدعاء مساعد وزير الداخليه، يعني انا ما اعرفش المغزى، لكن اكيد ليه مغزى معين. اللي عرفته ايضا ان مدير الامن امبارح بالليل كان حصلت مشاده بينه وبين مديرين مكتبه، لان هم كانوا شهدوا عليه. كلنا ما نتمناه ان القضيه، احنا ما يهمناش مدير امن او مساعد او حتى وزير. هو مش اصلا المفروض ان الناس لما يبقى في بينهم وبين بعض ما يتكلموش مع بعض ولا واضح ان المشاده حصلت وهو خارج او حاجه، لان يعني طبعا هم كانوا شهدوا عليه. اللي انا عرفته احنا كلنا نتمناه في الاخر وزير، مساعد، مدير امن، ايا كان، كل من له يد او كل من اهمل او كل من تورط او كل من تواطأ باي القصاص شيء، ان القصاص ياخذ حسابه وعقابه الرادع بغض النظر عن اسم الشخصيه دي مين. وهو ده المهم. يعني نجاح الثوره 25 يناير لن تنجح كامله حتى يتم القصاص لدماء الشهداء، انه ما يبقاش دون دم نظر الشهداء راح الاشخاص. حضر ببساطه خالص. الشروق الصفحه الاولى وحدث اليوم اللي الناس كلها منتظراه، الجنزوري امام مجلس الشعب، تثبيت نصف مليون عامل مؤقت وتحسين المعاشات وتطوير العشوائيات. هو انا عايز اقول ان بيان اليوم هو بيان مهم جدا، ده اول بيان للحكومه امام مجلس الشعب. البيان ده بياتي في وسط تكهنات وحاله تربص، يعني جاز لنا ان نقول في مجلس الشعب. احنا عارفين ان حزب الحريه والعداله هو الحزب المسيطر على اغلبيه المجلس، كان على مدى الايام الماضيه كان بيدعو الى ان هو يشكل حكومه، سواء حكومه منه او حكومه ائتلافيه، وكان في دعاوي بسحب الثقه. في بعض الناس بتقول هل النهارده هتكون فرصه مجلس الشعب ان يسحب الثقه من حكومه الجنزوره، خاصه ان النظام الرئاسي اللي عندنا لم يعطي الفرصه للبرلمان نشكل حكومه، احنا نظامنا رئاسي. فلما قالوا ان احنا نشكل حكومه ترد عليهم من جانب المجلس العسكري ومن جانب الحكومه ان النظام الرئاسي اليوم النظام الرئاسي لا يسمح لكم بتشكيل حكومه، احنا مش نظام برلماني. هل يرد حزب الحريه والعداله ويرد مجلس الشعب اليوم بسحب الثقه وعدم الموافقه على البيان ده؟ هنراه. انما هو الجدير بالذكر يا فندم انه بعض القوى السياسيه قالت ان هي اوريدي، يعني النواب بتوعها مجهزين بياناتهم من دلوقتي للرد لا على لا كلام انا دكتور انا الجنزوري، تاسيسا على انه من ساعه ما جت حكومه الجنزوري في اقتراحات كثيره جدا كانت ممكن تحل مشاكل كتير قوي، منها مثلا الصناديق الخاصه، منها اموال كثيره اخرى ممكن طبعا يتم التعامل معها، ومنها الحد الادنى والاعلى للاجور، لكن حكومه الجنزوري لم تفعل اي شيء من هذه الاقتراحات، وبالعكس هي يعني تطالب الان بالاقتراض، فعشان كده في ناس مجهزه. حضرتك شايف بالتأكيد الموقف يعني التحفزي الجاهز من بدري ده في هيبقى تحفز، ايه؟ في تحفز، و يعني الناس كلها منتظره ما يحدث في هذا البيان. طبعا الحاجات الموجوده دي فعلا الحكومه هيحاول الدكتور جنزوري يعلن عن حاجات جماهيريه من ضمنها تثبيت العاملين المؤقتين وتحسين معاشات وغيرها، لكن اعتقد ان القضيه هل اكبر من يكفي؟ هل ذلك. يكفي يعني؟ ما انا القضيه اكبر من ذلك، واعتقد ان هناك تحفز، وقد نشهد ان لم يكن يعني الامور وصلت لسحب ثقه زي ما بعض الناس متوقعه، لكن على الاقل سيواجه الدكتور كمال جنزور مواجهه شرسه، وستكون هناك نقاش حاد في البرلمان. اعتقد ان تكون هناك ما اشبه ما معركه سياسيه سيشاهدها الشعب المصري اليوم بين الحكومه والبرلمان. يعني ننتظر المفاجآت، لان مجلس الشعب بتاعنا برضو يعني ليه تركيبه خاصه، ويعني بس انا نفسي ان مجلس الشعب يركزوا على النواحي الموضوعيه. انا بس يعني برضو يلاحظ على مجلس الشعب النواحي المظهريه ونقل الجلسات مباشرة، دي احنا متمسكين بيها، مضايق نواب كتير الموضوع ده. احنا لا وغير كده احنا متمسكين بيها عشان نعرف اللي بيحصل، لكن في نفس الوقت للأسف خلت بعض النواب يلجأوا للمظهرية ويناقش لمجرد النقاش. احنا شفنا يعني حاجات وحوارات كتير كان بس يغلب اعتقد على المظهرية ان في اكتر. يعني تطور، يعني برضو الناس بقت اكيد بتحاول تقدر تلخص كلامها على قد اكيد الدقيقتين بالظبط، مع الوقت يعني الناس هيكتسبوا بتحاول برضو. يعني هو مع الوقت هيكتسبوا حاجتين، هيكتسبوا الثقه ويكتسبوا الحرفيه في الاداء، وايضا والتمرس والتمرس، وايضا هيقل حته حب الظهور امام الكاميرات. يعني طيب بس نعلق على الخبر الاخير اللي اهرمنا على عليه سلام، لان وقتنا خلص. التمويل الاجنبي امام الجنايات اليوم وتوقعات بعدم حضور الامريكيين، وفي كلام على انه في جزء كبير من الامريكيين مش موجود اساسا في مصر دلوقتي. الكلام ده اتقال لكن اتنفى، وقالوا ان الامريكيين موجودين. اعتقد ان اليوم قيل برضه انها هتبقى جلسه اجرائيه علشان القاضي لازم يتاكد من اعلام كل ده صحيح، المتهمين. هي اول جلسه فاكيد هتبقى جلسه اجرائيه، لكن على الاقل هنتاكد ان المتهمين موجودين، ما زالوا موجودين، ويعني هذا الملف
اعتقد انه ملف قضائي بحت، ويعني الكلام السياسي فيه يعني ما انا لا احبذه، ملف قضائي والله، لو مدانين لو مش مدانين هيفرج عنهم وخلاص على كده. بنشكرك استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي، بنشكرك ونتمنى الخير لبلدنا دايما. شكرا. مشاهدينا دي كانت فقرتنا، ولكن هنسيبكم مع تقرير اقيم باحد نوادي القاهره ندوه طبيه عن علاج تشوهات الاجنه في اسابيعها الاولى من في رحم الام. هنشوف تفاصيل اكتر داخل تقرير علاج تشوهات الاجنه، ونكمل فقراتنا في حراك سعيد بعد كده. تابعونا.